السلام عليكم. كلمتكم في الحلقة اللي فاتت عن الكارديو وامتى تلعبه وايه احسن اوقاته، وكنا اتطرقنا الى موضوع الاطالات ان هو شيء مهم في الاحماء. الناس بتلعب مثلا كارديو قبل التمرين عشان تحمي، فانا قلت لكم ان الشيء الاساسي مش احماء العضلة، هو الكارديو. الاهم من الكارديو قبل التمرين ان انت تعمل اطالة عشان تحافظ على صحة العضلة، تجنب الاصابات، وان انت تبدأ تلعب اول تمرين باوزان خفيفه جدا وتكرارات عاليه جدا عشان تبدا ده الاحماء. فالاحماء بينقسم الى 3 حاجات. ممكن تلعب كارديو بفتره قصيره وليست كبيره قبل التمرين، 5 دقائق ماكسيمم 10 دقائق. بعديها تبدا تعمل اطالات لكل عضله، عضله الصدر تعمل اطالات لعضله الصدر وهنحاول نشرحها لكم بصور، عضله الفخذ الاماميه لها اطالات وهنحاول نشرحها لكم، عضله الفخذ الخلفيه لها اطالات هنحاول نشرحها لكم ببعض الصور. كل عضلة من الجسم، عضلة البايسبس، عضلة الترايسبس، لها تمارين إطالة بأسلوب معين، وده أهم شيء للأحماء وعشان تجنب العضلة. غير كده بيساعد في وصول الأكسجين للعضلة عشان العضلة تاخد بامب أكتر، مرونة أكتر، وتنمو بأسلوب أحسن. الشيء مهم جدا الإطالات محدش يهملها قبل التمرين، لأنها زي ما قلت لكم بتزيد معدل البناء العضلي، بتزيد البامب للعضلة، بتقلل الإصابات. أتمنى إن الموضوع يكون مهم ومفيد ويعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة وتابعونا في الحلقات اللي جايه.